عن الطريق للقاء السوداني. ما سبب رفض المغاربة لمساعدات الفنانة دنيا بطمة؟ والمزيد من القصص في هذه الحلقة من تريندينج. ابقوا معنا. أهلا بكم. أنا عمري 18 سنة، شنو ذنبي؟ رجلي راحت بانفجار لغم. هذا هو كلام شاب يدعى كرار، يعمل حارس، فقد إحدى رجليه بسبب تعرضها لانفجار. مأساة كرار تم عرضها في برنامج من الواقع على قناة يو تي في مع الزميل علي عذاب، لتحظى هذه القصة بمشاهدات وتفاعل كبير. شاهدوا معي. شلونك حبيبي؟ أهلا وسهلا بك. شنو اسمك؟ أنا كرار. كرار حيدر غازي. كرار صار لك ايش قد من انا صار لي 16 يوم. جديده؟ اي جديده، حتى الخياطات بعدنا ما شايلها. الله ولا حد. انا حارس على طريق الشلامشه. اي على طريق الشلامشه، الدنيا مغرب، نزلت اتكرم. وين ما نزلت طقني. لا اله الا الله. طقني بعد انبترت من نار رجلي. ما حد يمي، تغطيه ماكو. رجلي تنزف، لا شديتها ومشيت عليها. ما تقدر تخابر اهلك؟ ما اقدر اخابر اي واحد، الدراجه تقريبا بعيده علي، مشيت عليها، هاي بالطين ركست، رجلي مبتوره. ترى انا ما حسيت بنفسي. ما احس بالوجع بعد. حراره صواب؟ اي حراره صواب. فجاي امشي بيها، وصلت للتبليط، عدلت دراجتي، شفت روحي ما اقدر اطق هندر. قعدتها بالتبليط وتكسر العظم بالتبليط. الله اكبر. بعد صعدت دراجتي ورحت ذبيت روحي على الشارع ودوني المستشفى. شاهدينا كلام كرار لم يمر مرور الكرام، فبعد انتشار هذا الفيديو صرح مدير مركز الوارث للأطراف الذكية والتابع للعتبة الحسينية المقدسة، صرح عن رغبته بعلاج كرار، حيث كتب مدير المركز الدكتور ياسر الساعدي عبر فيسبوك قائلا: جيبوا الكرار إذا تعرفوه إخواني الأعزاء، وإحنا مستعدين نخليه يمشي ويشتغل ويمارس حياته بشكل جدا طبيعي. الدكتور ياسر السعدي سيكون معنا للحديث أكثر عن تفاصيل علاج كرار. دكتور ياسر، أهلا بك معنا في يوترندينج. بداية شكرا لاستجابتكم لحالة كرار. احنا يسعدنا أن نقدم إعلام هادف يساعد في تغيير حياة بعض الناس. بداية حاب أسألك، هل تم التواصل مع كرار وما هي الخطوات اللي يحتاجها لعلاجه؟ يا الله، السلام عليكم. بداية شكرا جزيلا لحضرتكم، وشكرا للأستاذ علي عذاب اللي يتفقد هكذا حالات، ويعني قدرنا أن نوصل إلى الكرار وغير كرار عن طريق يعني هكذا أناس يتفقدون الناس اللي محتاجين، اللي حياتهم تكون صعبة بسبب حادث. بعد أن شفنا الحالة مع الكرار، نعم، تواصلنا مع الكرار، هو حاليا في طور الشفاء، يحتاج بعد كم يوم يلا يجي ان شاء الله. من راح يجي؟ راح نقيم حالته كجرح، مدى التئام الجرح، كذلك نقيم القوه الفيزيائيه له، لاستعداد الطرف المبتور لاستقبال الطرف الصناعي. بعد ذلك نقوم باخذ القالب والقياسات اللازمه، ثم نبدا باستيراد المواد. مواد راح تكون المانيه للطرف وبعض منها بريطانيه، ثم نبدا بتصنيع الطرف، وان شاء الله تشوفون كرار شلون يمشي، واخليه يمشي مثل الورد باذن الله. طبعا لا يفوتني ذكر انه يعني احنا بالعتبه الحسينيه بتوجيه من المتولي الشرعي الشيخ عبد المهدي الكربلائي، بتبني اغلب الحالات او كل الحالات اللي تكون امكانياتهم الماديه ضعيفه وما يتمكنون. هذا النهج طبعا مو فقط في مركز الوارث الاطراف، وانما في العتبه الحسينيه بشكل عام وفي كل مؤسساتها. اذا تشوفون حضرتكم بين فتره واخرى يوعد، نعم، المتولي الشرعي بان يكون العلاج مجاني في، نعم، مستشفيات العتبه، فاحنا مستمرين على هذا النهج ان شاء الله. دكتور، اذا تسمح لي، بما انه هناك يمكن حالات ايضا تحتاج الى مساعده وتشاهدنا، كيف يتم تقييم الحالات؟ كيف يتم التواصل مع المركز لتقديم المساعده لمن يحتاج؟ نعم، تقييم الحالات يتم عن طريق تقديم طلب. هذا الطلب يكون الى مكتب سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، او يتفضل عندنا الى مركز الوارث واحنا نقوم له بالاجراءات. بعد ان يقدم الطلب اكو لجنة تحري وكشف، هي تكون مسؤولة عن السؤال عن مقدم الطلب،
ومدى حالته المادية، ثم بعد أن تجي قرار اللجنة راح يكون يعني يتقيم على أساس القرار. عندنا شكلين من المساعدة، المساعدة الأولى اللي هي أن يكون الطرف يباع بسعر الكلفة بدون أي أرباح إطلاقاً، يكون سعره مناسب. والمساعدة الثانية هي للعوائل اللي متعففة جداً، راح يكون مجاني بالكامل. تعرف جنابك الطرف 90% من عنده هو مواد، هذه المواد جميعها مستوردة، احنا نستوردها كمواد أولية نعم، ولكن بالنتيجة راح نصنعها في مركز الوارد، نصنع القالب ونربط المواد مع بعض أيضاً ونركب الرجل. فهذه تكون كلفة الاستيراد مالتها الحقيقة يعني مو هينة، لأن يعني إذا نريد نشد أطراف زينة فيهم يمشون زين، فلازم تكون المناشئ رصينة اللي هو نتعامل بها احنا ألماني والبريطاني والياباني والأمريكي، ما عندنا غير بس هذه الأربع تعاملات. دكتور ياسر شكرا للتوضيح، أكيد احنا راح نتابع حالة كرار ونتمنى لكم التوفيق دائما. شكرا. الله يحفظكم، شكرا لكم. مشاهدينا من هذا الموضوع وهذا اللقاء مع دكتور ياسر ننتقل إلى موضوع آخر. المواطن أحياناً لا يملك سوى السوشيال ميديا لإيصال صوته للمسؤولين والاحتجاج على سوء الأوضاع التي يعاني منها البلد سواء اقتصادية أو خدمية. هذا ما فعل أيضاً مواطن بصري، حيث وجه رسالة شديدة العتب للمسؤولين لتأخر تسلم جواز سفره منذ أشهر عدة، وسبب عدم توفر الورق الخاص بطبع الجوازات من مصدره إحدى شركات ألمانيا لعدم سداد مبالغ مالية طائلة للشركة تصل كما ادعى لمليارات. شاهدوا معي هذا الفيديو. رسالتي إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي أطلق على حكومة الخدمات. رئيس الوزراء وزير الداخلية، اليوم تواجد من أمام أحد مكاتب الجوازات من الشهر الخامس، وإحنا اليوم بشهر التاسع جوازي ما نستلمه، فشلون تكون حكومة الخدمات وأنت أبسط الخدمات ما موفرها للمواطن؟ هذا الوصل مالت الجواز كبست اليوم حتى لا يخرب وحتى جوازي يضيع وما أقدر أراجع بيه، هاي أول شيء. ثاني، الجوازات مطلوبة 9 مليار للشركة الألمانية، وين الفلوس مالت الدولة العراقية بحيث الجوازات مطلوبة للشركة الألمانية؟ رئيس الجمهورية راتبه الشهر 4 مليار النفرية مالته، وين الأموال؟ تبرعوا بهذه الأموال اللي خصصت لكم، تبرعوا بها للجوازات. دورة ضاعت علي، أكو ناس مرضى، أكو ناس يعني منهكين يحتاجون مراجعة. احنا نطالب الشعب العراقي بتبرع لمديرية الجوازات باعتبار الدولة مطلوبة. فبالتالي هذا رسالتي إلى كل مواطن وإلى كل صحفي وإلى كل ناشط أنه يصور ووثق مدى ادعاء الحكومة أنها حكومة الخدمات. مشاهدينا، هذه الفيديوهات واللي تظهر معاناة المواطنين يتفاعل معها رواد السوشيال ميديا بشكل كبير. علياء البصري قالت لازم نجمع تبرعات حتى نسد الدين، لو نسوي سلفة نحل هالموضوع غسلنا يدنا نسافر بعد. أما صادق عباس فكتب يقول من يصدق بأغنى مدينة بالعراق؟ أوراق جوازات ماكو، خدمات ماكو، كهرباء ماكو، مي ماكو. أما حميد العلي فقال عود ينطون موعد 20 يوم ونظل شهرين ننتظر وكل شيء ماكو. هذه كانت مشاهدينا بعض التعليقات اللي جاءت على موضوع أو فيديو المناشدة اللي شاهدناه من البصرة. في حادثة أخرى أيضا تناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منتسف الداخلية ضرير يفترش الشارع ويقطع الطريق مطالبا مع زوجته لقاء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الداخلية لإيجاد حل لمعاناته، موضحا أنه خدم العراق حتى فقد بصره لكن دون مقابل. لا اروح يا رب العالمين. لا بعد ما هذا الله. بس غلط. هذا الله.
شاهدنا التعليقات على هذا الفيديو أيضا كانت كثيرة، وإليكم البعض منها. عماد فخري قال: إيش قد معانين لحد ما وصلوا لهذه الحالة؟ نسخة من هالفيديو لوزير الداخلية ورئيس الوزراء المحترمين. أما زينب كاظم فقالت: وين يروح الفقير؟ عبارة نسمعها هواية وما أعتقد رح نلقى لها جواب. سامر مظلوم كان له رأي مختلف حيث كتب قائلا: حرقت قلبهم من بينه، لكن قطع الطريق عمل غير قانوني وتعطيل لحياة آخرين، المفروض يوصلون صوتهم بطريقة أكثر تحضرا. من هذه التعليقات مشاهدينا نعود مرة أخرى إلى البصرة. بسبب خلاف على علبة سجائر في الحيانية بالبصرة، أظهر فيديو اعتداء شخص على صاحب محل بالسلاح الأبيض، مما تسبب بإدخاله إلى العناية المركزة بسبب تهشم في جمجمته، في مشهد أثار غضب المتابعين. شاهدوا معي. التعليقات الغاضبة من هذا التصرف كانت كثيرة. رحيق الورد كتبت تقول: صدق كذب، هذه تصرفات عصابات ومافيات، والمفروض على الدولة التحرك ومحاسبتهم لحماية الناس الفقيرة. أما جاسم فقال: لهالدرجة وصل الاستهتار بأرواح الناس، لكن لما العجب، من آمن العقاب أساء الأدب. التميمي أيضا قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، شنو هالإجرام؟ هذا كله بسبب عدم وجود قانون صارم يحاسب هكذا أشخاص. هذه كانت مشاهدينا أيضا بعض التعليقات اللي جاءت على هذا الفيديو. بعيدا عن هذه التعليقات وبعيدا عن ترندات الاعتداءات والمشاكل، ننتقل الآن مشاهدينا إلى فيديو ليس بغريب على العراقيين المعروفين بحبهم للشهامة وروح التضامن ومساعدة الآخرين، وهذا ما أظهر اللاعب أيمن حسين أيضا، واللي قام بتقديم مساعدة لعائلة عيق سيارتهم في الرصيف في فيديو لاقى تفاعل وإشادات واسعة. للمزيد من أحداث وفيديوهات السوشيال ميديا تابعونا بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد، نكمل حلقتنا مع أبرز الترندات العربية والعالمية. بعد زلزال المغرب الكبير المدمر، بدأ العديد من المشاهير بتقديم المساعدات، إلا أن المغاربة رفضوا مساعدات الفنانة المغربية دنيا بطمة كما تم تداوله في هذا الفيديو. مع الام ديالها والاخت ديالها ابتسام فاطمه اللي
يحضروا عن باش انهم يقوموا بتوزيع مساعدات هنايا في حي الملاح حي السلام معروف مدينه مراكش كما تشوفوا في هذه اللحظات يعني دوني باتما اللي تتغاضب المكان بعد ما انه المواطن كان واحد الهجوم عليها كما تشوفوا في هذه اللحظات في هذه اللحظه كما تتابعوا معنا متتابعينا في هذه اللحظه بالضبط يعني هذه اللحظه بالضبط مشاهدينا سبب طرد دنيا بطمة كما ذكر المتابعين هو تصويرها للمحتاجين أثناء مساعدتهم مما اعتبروه أو تم اعتباره استغلال للضحايا. سلوى مجيد كتبت في منصة أكس تستاهل إذا كانت فعلا نيتها الاستعراض، لكن يا جماعة الله أعلم بالنوايا ويمكن تصويرها كان بهدف تشجيع مشاهير آخرين لتقديم المساعدة. سلمان العصفور قال زين يسوون الناس في مصيبة وهي همها المظاهر، أغلى ما عند الإنسان كرامته وتصوير إحراج بالنسبة لهم. أعمى أحمد السامرائي فقال المغاربة وين ودنيا بطمة وين، مشاهير آخر زمن كل همهم استغلال أي فرصة للانتشار، لكن العتب مو عليهم، العتب علينا نتابعهم. هذه كانت مشاهدينا بعض التغريدات اللي جاءت على فيديو دنيا بطمة. ننتقل الآن إلى ترند آخر مع الهضبة عمرو دياب واللي تصدر نجاحاته مواقع الصحافة والتواصل الاجتماعي. طبعا من الطبيعي أن يتابع محبيه أغانيه حفلاته أخبار الفنية وحتى الشخصية، لكن أن يضاف للمشهد ساعات الثمينة هذا ما يثير الاستغراب، لكنه حصل. ففي حفلة الأخير بأبوظبي ظهر عمرو دياب مرتديا ساعة برتقالية أثارت فضول متابعيه واستغرابهم، خاصة عندما ذكر أن ثمن الساعة يتجاوز 145,000 دولار. إلى شاهد. مشاهدينا هذه الساعة اللي ارتداها الهضبة واللي أثارت فضول المتابعين وتساؤلهم عن سبب ثمنها الباهظ هي من ماركة باتيك فيليب، وهي ماركة عالمية شهيرة تصل أسعار ساعاتها إلى آلاف الدولار. إحدى ساعات هذه الماركة الشهيرة تم بيعها ب 5.8 مليون دولار. والآن مشاهدينا إلى الترندات العالمية. زارت أميرة ويلز كيت ميدلتون إحدى السجون البريطانية حيث التقت بموظفيه وتعرفت على أعمال مؤسسة فورورد تراست الخيرية التي ترعاها لدعم السجناء في التغلب على الإدمان والتعافي منه. الذي لفت انتباه المتابعين في هذه الزيارة هو خضوع الأميرة البريطانية للتفتيش نون أحترم هذه الأنظمة. أما ذو الفقار الشمري فقال أشو ما قالت لهم أنتم ما تعرفون ويا منو قاعدين تحشون. هذه كانت مشاهدينا بعض التعليقات اللي جاءت على هذا الفيديو، وهذه كانت بعض المواضيع اللي تم تداولها عربيا وعالميا. بهذا نكون مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقة اليوم، شكرا لكل من تابعنا.